حللنا يا أبي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعليقا على السكتش، في تعليق قصير سريع وتعليق تاني على حتة خزنة الشغل. لا أنسى مقالة قريتها زمان خالص بس كانت صعبة، تتكلم أن الاختلاس هو أسهل جريمة. دايما الإنسان اللي بياخد من الشغل مش متخيل أنه مختلس، ده أنا هاخد النهاردة وحطه بكرة الصبح، واللي بياخد النهاردة 5 جنيه بكرة هياخد 50، ودايما الأمور تتصاعد وفجأة يجي تفتيش مفاجئ وتبقى فضيحة ويبقى بهدلة. كان زمان أبونا بطرس جيد الله ينايح نفسه بيحكي لنا حكاية إن مرة أب لا ابنه راجع من الكنيسة وفي قشاية لازقة في هدومه، فقال قشاية قشاية روح رجعها الكنيسة ما ناخدش من حصير الكنيسة. كان زمان الكنايس فيه حصير مش دكك، ما ناخدش قشاية من الكنيسة. فالاختلاس أسهل جريمة لأنها كل الظروف مهيئة ليها، ودايما عوامل الأمان في نظر الشخص إنها موجودة، وبعدين يفاجأ ان هو اتفضح. الحاجة التانية المصاريف، بلا شك ان الايام ايامنا فيها جديدة وصعبة. حسب تخيلي انا الشخصي ان لو حد ما كل بيت ليه مصاريف المعتادة اللي متعود عليها، بس في حاجتين بيخلوا هذا الميزان: مصاريف الدراسة لو في اولاد في الدراسة، ومصاريف العلاج لو في علاج مفاجئ او عمليات. مصاريف الدراسة كلنا عاوزين نعلم أولادنا أحسن تعليم، بس أفاجأ أن في ناس ما بيزنقوا نفسهم وأولادهم صغيرين في كي جي وان عشان يدفعوا 3000 أو 4000 في كي جي وان، أما لما يوصل لرابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي هيدفع كام، والدروس هتبقى كام، وثانوية عامة وجامعة. يعني يكفي أن معظم التعليم الجامعي النهاردة بقى بمصاريف. فأنا اللي أنا متخيله أن أنا مفروض قبل ما أختار خط تعليم معين أشوف إمكانياتي المالية وإمكانياتي العلمية، لأن أنا ممكن مثلا أدخل أولادي إنجليزي وأنا دراستي فرنساوي أو العكس أو أيا كان. يعني مش عاوز أدخل في التفاصيل الفرق المستوى التعليمي، إنما كل واحد عاوز يعلم أولاده أحسن تعليم، بس المشكلة بنبتدي وبعدين بنتكسر في السكة. الحاجة التانية ان انا ببهيئش الاولاد والبيت ان احنا لينا امكانيات. يعني الاولاد في المدرسة اصل انا زمايل ابني بياخدوا 50 جنيه في اليوم مصروف، طب انا مش قادر اديله الا بالعافية سندوتش وحاجة حلوة معاه. فلازم الاولاد يبقوا عارفين ان كل بيت ليه امكانياته وليه ظروفه. احنا بنحبك لانك ابننا، بس مش علامة الحب العطاء المادي، ولو العطاء المادي ده بيجي نتيجة لظروفنا وامكانياتنا. وبعدين بالنسبة للدراسة وبالنسبة للعلاج في بدائل دايما ارخص. يعني النهاردة نشكر ربنا ان كل الكنائس فيها اماكن لدروس التقوية، و أولاد الكنيسة أنتوا بتشوفوا أبونا بيقول كل سنة بينزل لستة الأولاد اللي بيطلع عندنا أولاد من الأوائل كل سنة في الثانوية العامة، وبيبقى أولاد متفوقين وبيتجاب أحسن مدرسين. أصل معلش المدرس بتاع المدرسة ده بيقولوا عنه كويس، صحيح أنا عاوز أدي ابني أحسن حاجة، بس إذا كان مدرس المدرسة هياخد في نفس المادة اللي باخدها في الكنيسة بمية بياخد 500، ودوت كويس وده كويس، طب ما اختارش الارخص ليه؟ هل الاغلى معناه الاجود؟ العلاج النهاردة الدولة بتدعم العلاج بنسبة كبيرة جدا. احنا العلاجات البسيطة اللي كانت روشتة زمان واحنا صغيرين بتكلف 7-8 جنيه، روشتة النهاردة بتدخل في 300 في حاجة عادية، في نزلة شعبية، في كحة، في برد، في مغص، فما بال امراض صعبة والعمليات. هتكلم على الامراض الصعبة المستعصية ربنا يبعد عننا كلنا، انما
الدولة بتدعم وفي علاج على نفقة الدولة، وأنا من حقي كمواطن أستفيد من اللي بتقدمه الدولة، ده حق ليا، وبعدين لو ما كفاش أكمل بطرق أخرى. فهي الأمور محتاجة إن أنا أقعد أفكر، ما دبس نفسي في تعليم مغالى فيه، ما دبس نفسي في مصاريف علاج وفي إمكانيات تانية. من ضمن القصص سياسة الشراء برضو، يعني كانوا بيحكوا لي بنات الكنيسة، بنت من بنات الكنيسة، إن هم كانوا حاضرين فرح وكان في طنط كبيرة متغاظة ومتعكنينة جدا، لأنها في وسط الفرح لقيت بنت من البنات الموجودين لابسة فستان زي فستانها بالظبط ونفس اللون ونفس القماشة، وهي كانت جايبة من الحتة الفلانية غالي جدا، والبنت اللي حاضرة معاها في الفرح بنفس اللون، طبعا اتحرق عليها الفستان اللي هي لابساه، سياسة الستات مش هندخل فيها، معرفش ازاي كل ست لازم تلبس فستان محدش يلبسه تاني زيه، انما كانت البنت ديت مشترية الفستان بسدس التمن، طبعا لو ب 500 يبقى ب 3000، انا مش عارف بالظبط الارقام، انما مش لازم الغالي هو الاجود، مش لازم الغالي هو الاجود. ربنا يدينا حكمة في الصرف ويدينا نعمة كلنا. سكتش حلو انه وجه نظرنا للمصاريف. اعود تاني واقول ان الاختلاس جريمة، كل الناس بيسموها سلف بيدلعوها وبعدين يفاجئوا ان هم اتورطوا. صراحة سابونا لما كلمني النهاردة امبارح وقال لي ان انا اجي اتكلم، كنت مشدود بين 3 موضوعات اكلمكم فيها، وبعدين قعدت افكر كده هوت واخترت موضوع. هقول لكم انا اخترته ليه، لان وانا صغير كنت اقرا الحدث ده في الكتاب المقدس، تمام، وببقى مش شعر ان فيك حاجة وراه ومستغرب ويعدي عليا ومش مركز عليه. في مرة من المرات السيد المسيح كان عاوز يكلم الجموع. احنا عارفين ان المسيح كان ليه عادات جماعية مع الشعب، كان يكلم الناس زي المواعظ على الجبل، زي كان يركب في مركب، زي كان يدخل في الهيكل يعلم، في المجمع يعلم، وكان ليه عادات فردية. مرة من المرات هقرا لكم الكتاب المقدس، يقول لنا كده كتاب: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله واقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا. كان أول مثل هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، والمجد لله دائما أبديا آمين. اللي أنا عاوز أكلمكم عليه النهاردة هو قصة أن السيد المسيح دخل مركب عشان يكلم الناس اللي قاعد على الشط كتير. ليه ركب مركب؟ ما كان قبل كده قاعد في وسط الناس على الجبل وكان في ألوف كان في 5000 رجل غير النساء والأولاد، يعني مش قصة الزحمة يعني. اشمعنى المرة دي ركب مركب؟ أو إيه الهدف من ركوب المركب؟ نفكر مع بعض ولا أقول لكم عشان نختصر الوقت. لما المسيح يقعد في وسط الناس هيبقى في ناس قاعدة قدامه وفي ناس قاعدة جنبيه وفي ناس قاعدة متلفية وراه، ناس متلفية حواليه من كل حتة. لما ما يقعد في مركب على الشط وكل الناس قدامه يبقى هو باصص في وشهم كلهم. واخدين بالكم؟ تخيلوا المنظر. لما يقعد على جبل الناس متلفية حواليه من كل مكان. زي ما انا دلوقتي انا قاعد، انا متخيل يعني طبعا القياس مع الفرق، انا زي السيد المسيح قاعد راكب مركب وانتوا كلكم قاعدين على الشط، انا شايف وش كل واحد فيكم. مجرد ابص يمين اشوف الناس اللي قاعده هنا، ابص كده انا شايف وش كل واحد فيكم. فاول حاجه نقولها، هو قاعد في المركب عشان مشتاق يبص على وش كل واحد من الجموع الكثيره دي. في ذلك اليوم ما كانش عايز يضيع فرصه ان واحد قاعد على جنبه واحد وراه. طبعا هو كل المسكونة مكشوفة أمامه وكل الأماكن مكشوفة قدامه، إنما هو بيورينا بالجسد قد إيه إن هو عاوز يتلامس معنا في رؤية
شخصية، عاوز يبص في وش كل واحد فينا. في النشيد يقول: يا حمامتي في محاج الصخر أريني وجهك اسمعيني صوتك، إن صوتك لطيف ووجهك جميل. يا حمامتي الوديعة، يا بنتي الحلوة، يا اللي أنا بحبك، عاوز أشوف وشك. دي اشتياقات ربنا اللي بيعلنها لينا: أنا عاوز أشوف وشكم، عاوز أقعد قدامكم كده أبص معاكم. فأول حاجة هو عملها السيد المسيح إنه قعد في المركب عشان يشوف وش كل واحد من الموجودين. مرة راهب من الكنيسة الشرقية جه مصر وركبوه مترو حلوان قبل ما مترو الإنفاق يتعمل، وكان أظن في ساعتها درجة تاني مترو حلوان لو أنا متذكر صح. كان المهم ركب قطر كان في درجة أولى وفي حاجة ده عربية زحمة، فهم واخدين أبونا الأجنبي دوت يزوروه مصر والكنايس وركبوه الرحلة، وركب في آخر عربية زحمة جدا. فاستغرب قالوا: ليه ركبت في وسط الزحمة يا أبونا؟ كان اسمه ليف جيلي. قال لهم: أصل أنا بشوف المسيح في وش كل واحد، فكنت فرحان إني قاعد في وسط الناس. المسيح عاوز يقعد معايا كده، أقعد قدامه ويقعد أحكي معاه وهو يبص في وشي وبص في وشه. وعلى فكرة في موقف ذكر في الكتاب المقدس إن داود النبي في آخر أيامه يقول لنا كده، كان كبر بقى وعجز وبيفكر يبني الهيكل، يقول لنا: جلس أمام الرب. جلس أمام الرب، هو كان شايف ربنا وقاعد بيتكلم معاه، بصوا التعبير اللي استخدمه الكتاب: جلس أمام الرب. فأول حاجة ربنا لما دخل المركب عشان يشوف وش كل واحد فيه، لما يبص في وش كل واحد فينا يشوف الإنسان اللي بيكلمه وبركز معاه باهتمام ويديله اهتمام أكتر. ربنا ما بيتأخرش عن أي حد. يوحنا كان يحب يتكئ على صدره ياخده في حضنه، بطرس كان يحب يمشي وراه كان ياخده معاه على الجبل. فهو يقعد لما يقعد في يبص في وش كل واحد يشوف مشاعرنا ويبادلنا هذه المشاعر بنفس المشاعر، ويحب يبص في وشنا ويشوفنا لو احنا بنبكي، عشان زي ما بيقول الكتاب يجمع دموعنا في زق عنده، يعني كل نقطة دموع بننزلها هو بيحفظها. ساعات الدموع بتاعتنا تبقى دموع الفرح لما الواحد يقعد يكلم ربنا ويجد نفسه انه غير مستاهل انه يكلم ربنا، قلبه يتشق من الفرح والدموع بتنزل. يبقى واحد يكلم ربنا ودموعه بتنهمر بلا ضابط بلا دافع، ما بيحفزش نفسه عشان يعيط. ربنا لما يقعد قدامي يبص في وشي يشوف كل دمعه بتنزل ويجمعها عنده. ولو انا ضعيف ومكسور او انا مسحوق ومتضايق، ربنا برضو يشوف مشاعري ويتحنن عليا. ولو انا جاي شعر بخطيتي وجاي اقول له ارحمني انا الخاطي ومش قادر ارفع وشي قدامه، هو يتحنن عليا ويطبطب عليا. لما يقعد يتكلم معانا يبص في وشنا يشوف مشاعرنا واحنا نشوف مشاعره، ودي نقطة مهمة. وإن ما كناش وإحنا بنصلي بنقف قدام ربنا شخصيا وبنتكلم معاه وبنحس بوجوده، يبقى إحنا محتاجين نركز شوية في علاقتنا مع ربنا. فأول حاجة هو بيقعد في وشه في وشنا عشان يعلمنا إن إحنا نقعد قدامه ونقعد نتكلم معاه، ويقعد قدامنا عشان يجمع دموعنا، ويقعد قدامنا عشان يمنحنا سلامه. اللي بيقعد مع ربنا ويحكي معاه يخرج مستريح، ينسى الالام وينسى الاحزان وينسى الهموم وينسى مصاريف الشهر والميزانيه المخسعه وينسى ضغط الاسره انه يمد ايده على الخزنه، ينسى كل حاجه. يكفي ان الانسان يقعد مع ربنا وياخد منه سلام. كان في العهد القديم البركه اللي الكاهن يبارك بيها الشعب: يباركك الرب ويحرسك. على فكرة من المصادفات الغريبة، أبونا مرقص وهو طفل صغير حفظ الصلوة دية اللي هي الكاهن بيبارك بيها الشعب. كان أحد الأباء الأساقفة دايما يبارك الناس
في الأبرشية اللي أبونا تربى فيها، هو طفل صغير، فمن صغره وهو شاب أو أقل شوية حفظ الصلوة دي اللي هي كان كاهن العهد القديم بيبارك بها الشعب. يباركك الرب يحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. لما بنقعد قدام ربنا بيفيض علينا بسلام، وده اللي ربنا عاوزنا نقعد قدام. تاني حاجة، المسيح قعد في المركب عشان يقول للناس حتى لو في مية تفصلني عنكم إنما كلامي يوصل ليكم. كان لسه التلاميذ مش فاهمين طبيعة العلاقة مع المسيح ولا الشعب نفسه. فاكرين أول مرة ركبوا في المركب هاجت العاصفة، صحوا، كان عامل كان نايم، وقالوا له أما يهمك إننا نغرق. وبعدين صحي تاني مرة قال لهم أجبرهم إنهم يعدوا بالمركب بعد معجزة إشباع الجموع، وسابهم للهزيع الرب. هم كانوا اتعلموا ان وانا شايفه قدامي هيهدي العاصفه، طب هو مش معايا، كانوا معذبين. قال لهم في الهزيع الرابع ماشي على الميه وخافوا، افتكروا ان هو روح، وبعدين دخل المركب وهدى المركب. المسيح لما بيقعد يقول حتى لو في ميه بيني وبينك إنما سلامي هيوصل ليك وكلامي هيوصل ليك وعلاقتي بيك ممتد. ساعات الواحد يقف كده يقول أترى جازت نفوسنا السيل أو المياه التي لا نهاية لها؟ في مياه كتيرة بتحاول تدخل إلى نفوسنا، إنما حتى لو في مية بيني وبين المسيح، المسيح هيقول لي خرج الزارع ليزرع، ويكلمني على الأرض الجيدة، ويكلمني على الثمر 30 و60 و100. فالمسيح لما قعد في المركب عشان يعلمنا ما تخافوش، مياه هذا العالم كله ما تقدرش تفصل محبتي او ما تقدرش تفصل وجودي عنكم. من ضمن الحاجات كمان، المسيح قعد في المركب علشان في ناس بتتعامل مع ربنا بطريقة حسية. يعني من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعملوها الناس، كانوا عارفين اللي يلمسه يشفى، فيقول لنا الكتاب كان كل من يقع عليه يشفى. يقع عليه يعني كانت الناس ترمي نفسها عليه، تمام؟ وهو ماشي في مستويات، في واحد يمشي ويقول له يا ابن داود ارحمني ويصرخ من بعيد، في واحد تقرب في السر وتلمس هد بثوبه، في ناس تقع عليه، يعني ممكن واحد يبقى معاه عيل عيان يمسكه كده ويروح من بعيد حدفه على المسيح عشان الواد يشفى. بس كان في مستوى في التعامل اعظم من كده، اللي هو زي قائد الماء اللي قال قل كلمه ليشفى غلام. انا مش محتاجك تيجي تدخل لغايه البيت. على فكره ييروس اللي هو كان معلم للشعب طلب المسيح يجي معاه لغايه البيت لان بنته كانت هتموت. وبعدين قالوا بنتك ماتت، لازم تيجي بنفسك تدخل بيتي عشان تشفي البنت. انما قائد الماء الاممي كان عنده ايمان اعظم، كل كلمة من بعيد، انا عارف انك انت منسى، بس انت ليك سلطان، انت تقدر تقول لهذا يذهب ولهذا يفعل ولهذا تؤمر كل واحد زي ما انا انسان عادي وبسيط وبأمر. فالمسيح كان عاوز يرفع مستوى الناس في القعدة ديت، ما يهمكمش من الزحمة، تعالوا انا اديكم كلام حياة، على اعلمكم بامثال، ابعدوا عن التلامس الجسدي. يعني يا ما نسأل السؤال المتكرر مئات المرات، ليه المسيح كان بيقول لمريم لا تلمسيني؟ يقال ان مريم في يوم القيامة قابلت المسيح 5 مرات، وكل مرة عاوزة تمسك فيه وتتأكد ان هو حي فعلا. خلاص ارتفع عن مستوى التلامس المادي. لما المسيح يقعد في المركب بيقول لنا تعاملوا معايا كإله موجود في كل مكان، كإله حاسس بيكم، كإله قادر ان هو يغير حياتكم، كإله قادر يغير افكاركم ومشاعركم. حتة انك لازم تيجي يا رب وتعمل اللي انا عايزه بطريقة اللي انا شايفها، ربنا عاوز يخرجنا من دائرتها، وده اللي عمله لما ركب في المركب.
فيبقى أول حاجة قعدته في المركب كانت علاقته بالناس شكلها إيه؟ أشوفكم، أشوف دموعكم، أشوف مشاعركم، أكلمكم كلام حياة، أمنحكم سلام حتى لو عن بعد، دي أهم حاجة. تاني حاجة اللي هي علاقة الناس بي، عاوز يدربنا إن إحنا نقعد ونبص عليه. في معجزة إشباع الجموع كانت الناس فرحانة بالسمك وبالخبز، وجريوا يدوروا عليه تاني يوم لأنهم أكلوا الخبز وشبعوا، وكانوا بيهتموا بالطعام البائد مش الطعام الباقي للحياة الأبدية. في اهتمامات مادية، وفي ناس بتطلب زي الأمم، وهو عاوز إن احنا نطلب ملكوت الله وبره. كلمة إن الواحد يقعد قدام المسيح ويبص في وشه، دي مهمة جدا، ودي محتاجين احنا نتدرب عليها. في ناس بتعملها انها تقف قدام صورة لصور المسيح، كويس مش وحش. وفي ناس بتقعد تصلي لغاية ما تحس ان المسيح قاعد معها. كان مرة واحد بيكلمني بيقول لي وانا رايح الشغل دايما ابص على الكرسي اليمين اللي جاي حبيبي، اقول لك كان المسيح بيقعد على الكرسي اللي جنبي. كان بيشعر، مش مشاعر إنسانية، مش مشاعر إنسانية زي واحد يقول لك أن حد خبط على كتفي، لا، هو شعر بوجود المسيح في حياته. وبعدين مرة من المرات بقول له المسيح بيقعد جنبيك على الكرسي يا حبيبي، قال لي لا يا أبونا ما بيقعدش على الكرسي اليمين، بيقعد على الكرسي الشمال دلوقتي اللي هو قاعد عليه. هو محتويني، هو تحتي وفوقي يميني وشمالي، هو في كل مكان، في كل لحظة بتحرك فيها هو معايا. احنا عاوزين نتعامل مع المسيح، ندور عليه بالطريقة ديت. هو الهنا الحي، هو ابونا السماوي، هو الكائن الحقيقي اللي بيبص لي وانا ببص لي. ممكن ابقى واقف بصلي وعمال اتفرج في الكنيسة على الامدان والصور، ممكن ابقى واقف وعمال ابص على الساعة المتعلقة على الحيطة، ميعاد الشغل جه ولا لا. حلو ان انا اتدرب ان انا ابص في وش المسيح. لو انا اتدربت كده هشوف ابتسامته، هشوف ودعته، هشوف لطفه، وهو بيقول تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم. الشيخ الروحاني بيقول طوبى للذي يشخص فيك، يشخص يعني بيبص ويتأمل. طوبى للذي يشخص فيك يا رب داخله دائما، فإن قلبه يضيق فينظر الخفايا. ياريت تقروا المقالة اللي كتبها البابا شنودة في كتاب انطلاق الروح عندما أجلس إلى ذاتي، المقالات اللي في آخر الكتاب اللي نزلت في الطبعات المتأخرة. يا رب أنا لما بقعد وبص جوه نفسي ألاقيك أنت قاعد جوايا، بشوفك وبعض بتكلم معاك وحكي معاك، وشوفك ازاي بتسير حياتي، وبعلن ليك ان انا موافق انك انت تعمل اللي انت عايزه. مفروض لما احنا نفكر ان احنا نقعد عشان نبص على المسيح، نبص وجه الله، نشتاق لوجهه دايما. موسى النبي قال له ان لم يسر وجهك الطريق لن اسير ابدا مهما كان شكل الطريق. ربنا قال له انا هبعت ملاك كتير امامك، قال له ملاك؟ ما اتفقناش على كده يا رب. بعد ما انت خرجتنا من ارض مصر يجي ملاك يمشي قدامنا يقول انك انت سبتنا في البريه؟ ما اقدرش امشي الا اذا كنت انت اللي ماشي. فربنا رد عليه قال له خلاص يا حبيبي، دام انت عاوز تمشي وتشوفني قدامك وتبص علي انا همشي، وجهي يسير فاريحك. رجع تاني موسى تلاقوه في خروج 33، قال له مش همشي الا اذا انت يا رب اللي ماشي قدامي. خلوا بالكم ان لما كان ربنا يمشي بعمود نور او عمود سحاب، كان الشعب شايفه علامه وجود ربنا، بس موسى كان شايف ان هو ربنا موجود بنفسه. موسى مشي ورا ربنا في البرية فآمن بربنا واحتمل الشعب، وكان عارف ان وجه الله يسير امامه. الشعب اللي خرج مع موسى ما بصش على ربنا السائر امامه، بصوا على موسى وكانوا بيتبعوا موسى.
فعشان كده كانوا يتذمروا على موسى. اللي يتدرب هو يبص في وش ربنا ما يتعبش. ربنا هو كفايته، ربنا هو كفايته. في ميه حلوه ولا ميه مره مش مشكله، في قدور لحم ولا مجرد فطير المن نزل من السماء كفايه، تمام. في عماليق كبار وعظام واحنا شعب قصير القامه ونستصغر، لا ما فيش مشكله. فاللي يتدرب ان هو يقعد قدام ربنا يشتاق ان يشوف وجهه. في المزمور 27 بنقول له: قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس. قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس. ونشكر ربنا ان هو خبأني في خيمتي لكي اتفرس في مجد الرب او في جمال الرب، تمام. ده تدريب محتاجين نتعود عليه، ان انا اشوف ربنا في كل مكان. قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب التمس. وفي دانيال في تتمة دانيال بنقولها في تسبيح: نتبعك بكل قلوبنا ونتقيك ونرتك. اللي يقعد مع ربنا يدخل في حديث شخصي معاه وربنا يكشف له امور مستعلنة. يعني لما داود دخل وقعد قدام ربنا وقال له: يا رب نفسي ابني لك هيكل، قال له: لا ما ينفعش تبني لي الهيكل يا داود، لان ايدك امتلأت من دماء في الحرب، انما خلي ابنك اللي خارج من صلبك هو اللي يبني الهيكل. ربنا كشف له عن خطته المستقبلية فانصحك جدا باتضاع داود، قال له: هو انا مين يا رب اللي اطلب منك طلب ولما ما ينفعش تقول لي فيه البدائل وخلي ابنك؟ انا مين انت جبتني من ورا رعي الغنم وخلتني انا على شعبك كله وكنت بتمسح لي ضعفاتي، ولما اطلب منك ابن الهيكل تقولي ابنك اللي هيبني الهيكل؟ كتير علي يا رب. لما جلس مع رب، ربنا سمع طلباته وقال له: ده يناسبني يا حبيبي وده ما يناسبنيش، ده هعمله وده مش هعمله. ده انا ده ابنك هو اللي هيكون ايه اللي يملك على المملكة الابد، ابن داود اللي هو السيد المسيح. فاللي يقعد مع ربنا ويتكلم مع ربنا يكشف له، يكشف له عن خطته في حياته. احنا كلنا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. سؤال لكل الموجودين: انت عارف هدف الله من خلقتك ايه؟ انت موجود وانت موجود عشان بابا اتجوز ماما وخلفوا 3-4 اولاد انا منهم، ولا انتوا كنتوا موجودين في فكر الله منذ الازل وربنا قال هخلق مجدي وهخلق مريان، هوجد عماد وهوجد نيفين، وكل دولة وكل واحد ليه رسالة ربنا عدها مسبقا. الأعمال الصالحة اللي رتبها ربنا وسبق ربنا إنه يرتبها إن إحنا نبقى موجودين فيها، مش عارفها إذا كنت مهاد معه وأقول له: أنت عاوز مني إيه يا رب؟ لما ربنا قابل شاول: من أنت يا سيد؟ قال له: أنا يسوع المسيح. قال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عاوز مني إيه يا رب؟ أنت عاوزني أروح فين؟ قال له: تعال أنا هخليك إناء مختار وهبعتك للأمم وهوريك إزاي تحتمل الالام من اجلي. فاحنا لما بنقعد قدام ربنا وبنتكلم معاه بنعرف خطته في حياتنا. لما بنقعد قدام ربنا ونبص في وشه بصراحه نقدر نقدس الله بالحقيقه. احنا كتير قوي نصلي صلوات جميله فيها تسبيح لربنا، نقول له: قدوس 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 رب السباقوت، نقول له: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. حلو. هنعرف نقدس الله بالحقيقة لما نقعد قدامه ونشعر بمجده ونشعر بضعفنا ونشعر بمحبته العظيمة ونصرخ نقول له: يا رب مجدك مال السماء والأرض، يا مجدك أعظم من كل الخليقة، مراحمك متسعة. نعرف هو مين ربنا. بنجيب العيال الصغيرين، وان كان العيال الصغيرين ليهم برضو استناره اللي هم ما تبهدلوش بالخطيه، ونقول لهم: قولوا قدوس قدوس. انما تعال واحد عمال يقول قدوس قدوس وهو مش فاهم معناها، دي زي حلاوتها في فم واحد عارف مين هو ربنا
اللي بيقعد مع ربنا وجه لوجه ويبص ربنا ويتكلم مع ربنا يعرف عن ايه ربنا قدوس. فاحنا بنقعد نواجه الله، هو قعد وجهنا الاول عشان نتمتع برؤيته بجمال وجهه، وهو يشوف مشاعرنا، واحنا بنقعد معاه عشان نشوفه ونعرف قداسته. بصراحة مش هنعرف نقول قدوس 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 إلا بعد أعداد شخصية حقيقية مع ربنا ونقدر نقول له فعلا. في ناس يجي يقولوا يا ابونا نعمل مطانيات ازاي، او احنا عمرنا ما دربنا مطانيات في حياتنا. المطانية الحقيقية بتيجي ايه؟ لما الواحد يقف قدام مجد ربنا وينفعل بعظمته يجد نفسه انه بدون ما يشعر بينحني قدام. احنا لما نشوف اسقف ولا حتى اب كاهن وقور جاي بنجري ونوطي ونبص على ايده. هذا الانحناء بيجي كشيء طبيعي بكرامة ومجد اللي قدامه. فلو انا واعي مجد اللي انا واقف قدامه هنحني واضرب مطانية حقيقية. مطانية هي خشوع، هي سجود، هي شعور بكرامة ربنا اللي انا واقف قدامه. انما المطانية بتجيش بتدريب 5 مطانيات الصبحية بعد صلاة باكر، ولا مش عارف الصوم الكبير كام، ولا اضرب مطانيات وقول يا رب ارحمني وانا مش حاسس ان انا واقف قدام ربنا. مرة جه لي مدرب كونغ فو وبيعترف، قلت له بتعمل مطانيات؟ قال لي 50 مطانية صبحية يا ابونا. ما راجل رياضي صحيح، هو 50 مش مشكلة ايه يعني؟ لا ده هو 50 وما بيتعبش وما بينهكش زينا يعني، مش 10 مطانيات ويبتدي بقى نفسه يتقطع. فهو 50 مطانية بس، هي ده هي سجودة واحدة، عين واحدة مكسورة قدام ربنا بالخمسين ولا ب5000 مطانية من بتاع الكونغ فو. فاحنا بنبص في وش ربنا عشان نعرف قداسته ونعرف ضعفه. وقف اشعياء مرة يقول لك في وفاة عزية الملك كنت واقف في الهيكل وعينيه اتفتحت وشافت مجد الرب مالي الهيكل وازياله تغطي الهيكل، فصرخ قال ويل لي ان انسان نجس الشفتين وساكن وسط الشعب نجس الشفتين. لما وقف قدام ربنا شعر بضعفه. الاتضاع مش اقول ان انا خاطي، عمر ما الاتضاع ان انا اقول ان انا خاطي، لان انا مش خاطي انا تراب. الاتضاع ان انا اشوف مجد ربنا واعرف ان ورا حاجة قدامه. الاتضاع ان انا بشمعة صغيرة وشايف ريح كبيرة ممكن تطفيني ولكن تترفق بيا وتحتويني. الاتضاع ان انا اعرف حجمي الحقيقي ايه، مش الاتضاع ان انا هدرب نفسي ان انا تنازل عن عظمتي ومكانتي وكرامتي وفضائلي واقول ان انا انسان خاطئ، مش هو ده الاتضاع. لما نقعد مع ربنا ونتكلم معاه ندرك ان هو الله الموجود في كل مكان، واللي ماشي معانا، ولما نقوم من قدامه مش بنسيبه، مش قعدت قدامه شوية في الصلاة ومشيت وسبته. ايه اللي خلى الشاب يوسف في العبودية في مصر يقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ انه كان في حضرة ربنا. هو واقف في بيت سيده امين مع ربنا، مش امين مع فوتيفار. وكان الرب مع يوسف، كان الرب مع يوسف لان يوسف مع ربنا وما يرفضش الوجود مع ربنا وما يتكلش على مشغولياته ووقته الضيق واعباء البيت وشغل البيت بيتحجج. كان ربنا يجي يقعد معاه يقول له يوسف، يقول له ايه يا رب نقعد مع بعض. فكان كل شويه ربنا معاه، فكان كل ما يصنعه ينجح فيه. كان كل بيت فرعون وكل بيت فوتيفار في وقت من الاوقات كان شغال بامر من العبد يوسف. فلما جت له الخطيه شايف ربنا، اللي ما يتعود يكلم ربنا، اللي قاعد يبص في وش ربنا الخطيه ما تقدرش عليه، لانه ايه؟ انه في حاسس انه في حضره الله دايما. جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا تزعزع. لما بجعله قدامي بقف قدامي بقف قدامه واكلمه في الصلاة يبقى هو قوتي، هو عن يميني فلا تزعزع. فاحنا بنقعد مع ربنا علشان
ناخد منه النعمة وعشان نحس ان هو كل موجود في كل مكان. لما اقعد مع ربنا واعرف ضعفي اعرف امجده بالحقيقة صح، اعرف اكلمه كابن بالحقيقة صح. في ناس تيجي تقول يا ابونا هو اصلي وانا قاعد ولا وانا واقف، اصلي وانا لابس لبس الخروج ولا انا لابس لبس البيت، وانا مغطيه شعري بالشرب ولا في البيت ممكن ما البس الشرب. لو انا واقف قدام ربنا الاله المهوب هعرف ازاي اقف بلياقه واحترام. اقروا في الرؤيا الاصحاح الاول كلمه صغننه كده عن الابن، صوته كصوت مياه كثيره، وجهه بيلمع اكتر من الشمس، ثيابه بيضاء، على صدره منطقه من ذهب، رجليه كنحاس محمى في النار، فمه طالع منه سيف ماضي، سمع شافه يوحنا سقط على وجهه على الارض من رعب. كرامه ومجده وعظمه الابن القليل اللي اعلنه الابن ليوحنا في بطمس. لما اقف قدام ربنا هعرف امجده بالحقيقه لو انا واقف قدامه صح. لو واقف قدام ربنا هعرف اتشفع لاجل بيتي واولادي صح. يا ترى كل همي الامتحانات والمدارس والمجموع والدراسه، ولا همي روحياتهم، ولا همي علاقتهم بالمسيح، ولا همي على سلامهم الداخلي، ولا همي هي. لما اقف قدام ربنا وابص هعرف اتشفع في الناس اللي حواليا، هعرف اتشفع في سلامة البلد. ايام الثورة وايام اختلال الموازين كانت الكنيسة هي اللي سند البلد وتصلي لاجل البلد وسندت البلد، وكلنا متأكدين وبنؤمن بذلك. لو انا واقف قدام ربنا وشي في وشه بصص عليه، حتى لو بيني وبينه مية، لو هو في المركب وانا بكلمه هقدر اتشفع لأولادي. لو هقدر اقف قدام ربنا قدام الابن وكلمه هشوف في مجد الاب. الله لم يروا احد قط الابن الذي هو في حضن ابيه هو خبر. فاكرين الشعر اللي كتبه البابا شنودة؟ قال او ارى الابن اللي في حسنه، كل من رأى حسن الابن قد رأك. احنا بنشوف مجد الاب في علاقتنا مع الابن. بنورك يا رب نعين النور. لما نقف قدام الابن نقدر نعين مجد الاب اللي محدش يقدر يشوفه. كلمة اخيرة للمسيح دخل مركب. ما انت قلت لنا يا ابونا هو دخل المركب عشان يبص في وشنا واحنا نبص في وشه. نبص في وشنا نشوف جماله ونحس باحاسيسه، واحنا نبص في وشه نتعلم الصلاة. وبرضه دخل المركب عشان كل العشاط يبقوا واقفين جنب بعض. ما يبقاش واحد واقف قدام واحد واقف ورا، واحد ايه؟ اجلس عن يمينك واخويا يجلس عن يسارك، ويبقى مين فينا الاعظم ويبقى مين الخلافات. لو انتوا عاوزين تسمعوا كلام الحياه تشعروا كلكم انكم انتوا واحد. مفيش حد متقدم وحد متاخر، مفيش حد اعظم من الاخر. تمام؟ فالمسيح بيحب يقعد في مركب عشان يشعرنا ان احنا كلنا زي بعض. اخيرا المسيح بيحب الهدوء والنظام. الهنا مش اله تشويش. ساعات نشعر ان البركة في الهرجلة. يعني انا بستغرب ساعات في نهضات العدرة واحنا في الدورة او في اي عيد نشعر ان بعض الناس بيغالوا في انفعالاتهم وفي الحركة بتاعتهم، الايد ياخدوا بركة زيادة. وساعات احنا بنغذي كده بدون ما نشعر بنرد الناس، يعني يبقى ماشي بالدورة مثلا. ابسط حاجة احنا مثلا شالين سورة المسيح عشان نفتكر في الخمسين قيامته او في صعوده للسماء بنشوف سورة العذراء والدة الاله الشفيعة المؤتمنة. لو من بعيد وقفت صليت قدام السورة صلاتي هترتفع للسماء. لما في واحد يصلي وفي واحد يجري يبص للايقونة بركة، مش هنقول انها ما فيهاش بركة، وفي واحد يحضن الايقونة، في واحدة تمسك كلينكس وتقعد تمشي على الصورة كتير،
طب يا ترى الكنيسة بتشيله بعد كده باحترام باعتبار ان هي بتؤمن ان هو اتبارك من ايقونة المسيح او العذراء، هل بتشيله بعد كده بالاحترام اللائق؟ بتعمل ايه بعد كده؟ وفي ناس تخبط بعضيها، فساعات احنا من اجل البركة بنكسر النظام مع ان الهنا اله نظام. ربنا يدينا نعمة نبقى في علاقة شخصية مع ربنا، ويبارك حياتكم، وبشكر قدس أبونا على محبته ودعوته ليا في الاجتماع. ربنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.